السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل سؤال السيتياسيون، وحلقتنا النهاردة عن نيتي دو اللي بيتكلم عن الأغذية والمشروبات. السؤال الأول، فو دوموندي، حضرتك بتسأل افوتغ امي، صديق حضرتك، أو أين إل أشيت، هو بيشتري دي باجيت، العيش الفينو. إل ريبون، هو يجيب، هيشتري العيش الفينو منين؟ على بولانجوري، في المخبز. طبعا هي دي الإجابة. التانية معناها بوشري، يعني محل الجزارة. والتالتة بواسونري، محل الأسماك، جاية من كلمة بواسون يعني سمك. يبقى طبعا إجابتنا هنا هي الإجابة الأولى. السؤال التاني، فوتغ أمي، صديق حضرتك، فو دوموند، بيسأل حضرتك، سو كو، عن الذي، فو بروني، حضرتك بتأخذ، او بيتي ديجوني، في الفطار. إيل دي، هو يقول. هو مين اللي كان بيسأل؟ فوتغ أمي. وآخر السؤال، إيل دي، هو يقول. يبقى هتدور على السؤال اللي هو سأله لك. الإجابة الأولى بتقول كومبيان دو روبا، كم من الوجبات tu prends، أنت تأخذ، par jour، في اليوم. طبعا مش هي دي الإجابة. الإجابة الثانية، كاسكو tu manges، ماذا أنت تأكل. كاسكو معناها ماذا، tu manges، أنت تأكل، le matin، الصبح. طبعا هي دي إجابتنا. votre ami، صديق حضرتك، vous demande، بيسأل حضرتك، ce que، عن الذي، il doit، هو يجب عليه، faire، يعمل، pour être en bonne santé، لكي يكون في صحة جيدة. vous dites، حضرتك تقول له، صاحبك سألك فانت هترد عليه تقول له، mange beaucoup de sucre، كل كثير من السكر. لا طبعا، اخطر حاجة على الصحة السكر والصودا، يبقى الاولى ما تنفعش. mange des frites، كل بطاطس محمرة، et des pâtes، ومكرونة، كده هيتخن ويفشول مننا، طبعا ما ينفعش. الإجابة الثالثة، مانج دي ليجوم، كل خضروات، اي دي فروي، وفواكه، فغي، طازجة. دي أهم حاجة للصحة، الفواكه والخضروات والأسماك طبعا. يبقى هي دي الإجابة. فو دوموندي، حضرتك بتسأل، افوتغ بير، أبو حضرتك، سو كو، عن الذي، إيل أشيت، هو بيشتري، أوريون، في قسم دي برودوي ليتيي، قسم منتجات الألبان. إيل ريبون، هو يجيب، بابا هيشتري إيه من قسم منتجات الألبان؟ دو لويل، زيت، طبعا لا. دي بات، مكرونة، لا طبعا. الإجابة هي التالتة، دو ياورت، زبادي، أو دو لي، لبن، أو دو فروماج، الجبنة. فوتغ أمي، صديق حضرتك، فو دوموند، بيسأل حضرتك، سو كو، عن الذي، فو مانجي، حضرتك بتاكل، كوم، برودوي سيريالي. كوم هنا هو حرف الكاف في اللغة العربية، كمنتجات حبوب، برودوي سيريالي يعني منتجات حبوب. فو ديت، حضرتك تقول له، هو سألك فانت هترد. دو سوسيزون، السجق، لا طبعا مش منتجات حبوب. الإجابة التانية، دي لانتيل، العدس، ده منتجات حبوب. الإجابة هي الإجابة التانية. vous demandez، حضرتك بتسأل، à votre ami، صديق حضرتك، ce que، عن الذي، il veut، هو يريد، boire، أن يشرب. il dit، هو يقول لك، هيقول لك عايز أشرب إيه. je voudrais du poisson، أنا أريد سمك مش بيتشرب. je voudrais de l'huile، أنا أريد زيت، محدش هيشرب زيت. الإجابة هي التالتة، je voudrais du thé، أنا أريد شاي. un copain، رفيق، vous demande، بيسأل حضرتك، ce que، عن الذي، vous mangez، حضرتك بتاكل، au petit déjeuner، في الفطار. vous dites، حضرتك تقول، هتاكل إيه في الفطار؟ je mange du riz، أنا باكل رز. لا طبعا، الرز بيتاكل في الديجوني، في الغداء، مش في البتي ديجوني، الفطار.
J'aime beaucoup les croissants. أحب كثيرا الكرواسون. ممكن، بس تعال نتأكد ونشوف التالتة. Je prends, أنا باخد une boisson gazeuse، مشروب غازي. وهو كان بيسأل على اللي أنت بتاكله، verbe manger. يبقى ما ينفعش الإجابة التالتة، إجابتنا هي الإجابة التانية. Vous demandez à votre mère. حضرتك بتسأل مامتك. Ce que عن الذي. Elle a préparé. هي حضرت. هنا verb préparer بمعنى يعد أو يحضر. متصرف في زمن الباسي كومبوزي. Pour le dîner. علشان العشاء. Vous dites. حضرتك تقول. سألت ماما هي حضرت إيه عشان العشاء. حضرتك هتقول لها إيه. Maman, j'ai faim. يا ماما أنا جعان. مش مقنعة. طب نشوف التانية. كاسك ماذا. On va manger. إحنا راح ناكل. Ce matin. هذا الصباح. طيب أنت بتسأل على الديني العشاء. هتاكل إيه في العشاء. يبقى مينفعش أقول ماذا راح ناكل ce matin. هذا الصباح. العشاء بيتاكل بالليل. يبقى الإجابة هي التالتة. كاسك ماذا. On va manger. إحنا راح ناكل ce soir هذا المساء. هي دي الإجابة. Vous demandez حضرتك بتسأل à votre copain رفيق حضرتك le légume sec الخضار الجاف qu'il aime اللي هو بيحبه. il dit هو يقول لك. طيب الخضار الجاف هيقول لك بحب إيه. j'adore le riz أنا بعشق الرز. الرز مش خضار جاف. الإجابة التانية. j'aime beaucoup أحب كثيرا les haricots secs الفاصوليا الجافة اللي هي الفاصوليا البيضاء. التالتة بتقول je mange des pâtes أنا باكل مكرونة. المكرونة مش ليجوم سك، مش خضروات جافة. يبقى الإجابة هي الإجابة التانية. votre ami صديق حضرتك vous demande بيسأل حضرتك dans quelle catégorie في أي فئة. On trouve إحنا بنجد le beurre الزبدة. Vous dites حضرتك تقول له هنجد الزبدة في أي فئة. Dans les produits sucrés في منتجات السكرية. لا. Dans les produits céréaliers في منتجات الحبوب. لا. Dans les matières grasses في المواد الدهنية. هي دي الإجابة. Vous voulez acheter حضرتك تريد أن تشتري une glace ice cream. Le vendeur vous dit. البائع يقول لحضرتك. البياع اللي هيقول. هيقول لك ايه. Cette pâtisserie هذا المحل الحلواني vend يبيع des glaces ice cream. لا طبعا. Vous voulez حضرتك تريد quel parfum اي اطعمة. عايزه بطعم ايه. طبعا هي دي الاجابة. Vous demandez حضرتك بتسأل à votre copain رفيق حضرتك pourquoi لماذا il achète هو بيشتري des œufs البيض. il dit هو يقول هيشتري البيض ليه. pour faire du sport عشان امارس الرياضه. ايه علاقه الرياضه بالبيض. الثانيه la poule الفرخه nous donne des œufs بتعطينا البيض. طب ما احنا عارفين. الاجابه هي الثالثه pour faire un gâteau عشان اعمل جاتو او تورته. Vous demandez le prix. حضرتك بتسأل عن السعر. Le prix معناه السعر. Du pain بتاع الخبز أو العيش. Au vendeur إلى البائع. حضرتك سألت البياع. Vous dites حضرتك تقول وأنت اللي كنت بتسأل. يبقى هتقول له إيه. Trois baguettes. تلت ترغيفة فينو. باجات معناها العيش الفينو. C'est combien إنه بكام. طبعا هي دي الإجابة. وتعالى نتأكد. Vous avez du pain حضرتك عندك عيش. لا انت بتسأل على سعر. Combien coûte كم يكلف le yaourt الزبادي. الزبادي ده مش pain مش خبز. يبقى الإجابة هي الإجابة الأولى. Vous demandez حضرتك بتسأل à votre ami صديق حضرتك où أين ses parents والديه vont يذهبون pour faire des courses عشان يعملوا تسوق. il dit هو يقول. الإجابة الأولى au marché إلى السوق. الثانية
au club, إلى النادي. التالتة au supermarché, إلى السوبر ماركت. طيب نقف هنا شوية يا شباب. هتقول لي faire des courses يعمل تسوق، ممكن يكون في السوق وممكن يكون في السوبر ماركت. بس الفرق هنا faire des courses. دي هنا حاطط أداة تجزئة ما بين verb faire وكلمة course، فكده بيقول لك بيعمل تسوق عام مش تسوق أكل وشرب. لو أكل وشرب بس كان هنا حط أداة تعريف مش أداة تجزئة. طيب يبقى لو كان حاطط هنا أداة تعريف يعني هيشتري أكل وشرب بس، ساعتها كنا هنختار أو مارشي في السوق، لأن المارشي في فرنسا بيتباع فيه أكل وشرب بس، فما ينفعش هنا أختار الإجابة الأولى. هنا حاطط لي أداة تجزئة دي كورس يعني تسوق عام مش بس أكل وشرب، يبقى هنا لازم أختار غصب عني الإجابة التالتة سوبر مارشي. Vous demandez, حضرتك بتسأل, à votre copain, رفيق حضرتك, comment, كيف, on fait, احنا بنعمل, une omelette, العجة. Il dit, هو يقول, هنعمل العجة ازاي؟ Avec du beurre, بزبدة, et des œufs, وبيض. طبعا هي دي الإجابة. ما ينفعش avec des fruits secs, فواكه جافة، ولا avec un pain au chocolat, عيش بالشوكولاتة. طبعا الإجابة هي الإجابة الأولى. Votre ami صديق حضرتك vous offre يقدم لحضرتك. offre ده verb offrir بمعنى يقدم، متصرف هنا في المضارع قدام votre ami صاحبك اللي بيساوي هو، شال ال ER وحط حرف E. Votre ami vous offre صديقك يقدم لك un jus d'orange عصير برتقال. mais لكن vous ne voulez pas حضرتك لا تريد. هنا فيرب فولوار بمعنى يريد ومنفي قبل نو وبعده با. فو ديت حضرتك تقول له انت مش عايز، هتقول له ايه؟ نو ميرسي لا شكرا، جو ني با فا انا مش جعان. ايه علاقة الجوع بعصير البرتقال؟ يبقى الإجابة الأولى ما تنفعش. التانية جام بوكو لو جو دورانج أحب كثيرا عصير البرتقال، بس أنت لا تريد نو فولي با يبقى ما ينفعش. الإجابة هي الثالثة نو ميرسي لا شكرا، جو ني با سواف أنا مش عطشان. فو فولي أشيتي دي زورانج حضرتك تريد أن تشتري برتقال. فو ديت أو فاندور حضرتك تقول إلى البائع. لما تشتري برتقال هتقول للبياع إيه؟ جون فودغي دو كيلو أنا أريد منه 2 كيلو. طبعا هي دي الإجابة لأنك بتشتري برتقال. ما ينفعش التانية جو فودري دو مورسو، مورسو معناها قطع، دي أختارها لو كنت بتشتري جاتو لأن مورسو معناها قطع. طب والتالتة معناها إيه؟ جو فودري دو لتر أنا عايز 2 لتر. اللتر طبعا ما ينفعش مع البرتقال، يبقى إجابتنا هي الإجابة الأولى. فو دوموندي حضرتك بتسأل أن أمي صديق إن غوسيت، غوسيت معناها وصفة المطبخ أو طريقة بتاعة مطبخ. إن غوسيت دو كويزين وصفة مطبخ. فو ديت حضرتك تقول له وحضرتك اللي كنت بتسأله، يبقى فين الإجابة؟ الإجابة هي كومون فير سو بلا، كيف نعمل هذا الطبق. أن كوبان رفيق فو دوموند بيسأل حضرتك أو أين فو أشيتي حضرتك بتشتري دي فروماج الجبن. فو ديت حضرتك تقول له هتشتري الجبن منين؟ اوريون برودوي سيرياليه في قسم منتجات الحبوب. لا طبعا اوريون برودوي ليتيه في قسم منتجات الالبان، هي دي الاجابه. الثالثه معناها قسم برودوي دو لا مير منتجات البحر اللي بشتري منه الاسماك، يبقى الاجابه هي الاجابه الثانيه. Vous demandez, حضرتك بتسأل, à un copain, رفيق, où il met ses achats. أين هو يضع مشترياته؟ Il dit, هو يقول. هيحط مشترياته فين؟ Dans un sac de sport, في شنطة بتاعة رياضة؟ لا طبعا. Dans un chariot, عشريات هي عربة المشتريات، هي دي الإجابة. التالتة معناها شنطة ظهر، ساكادو، يبقى إجابتنا هي الإجابة التانية. Votre petit frère
أخوك الصغير فودموند بيسأل حضرتك: le popcorn، الفشار، c'est quoi، إنه ماذا؟ فوديت، حضرتك تقول له: c'est un produit céréalier، إنه منتج حبوب. طبعا هي دي الإجابة، لأن الفشار معمول من الذرة، والذرة produit céréalier. votre ami، صديق حضرتك، فودموند بيسأل حضرتك: dans quel rayon، في أي قسم، on trouve، إحنا بنجد، les saucisses، السجق. فوديت، حضرتك تقول له: هنلاقي السجق في قسم إيه؟ أوريون فروي، في قسم الفواكه؟ لا. أوريون بات، في قسم المكرونات؟ لا. أوريون فيوند، في قسم اللحوم؟ هي دي الإجابة. فو دوموندي، حضرتك بتسأل، أفوتر أمي، صديق حضرتك، أو إيل أشيت دولي، أين هو بيشتري اللبن؟ إيل دي، هو يقول لك: على بولانجري، في المخبز؟ لا. على ليتوري، في محل بيع الألبان؟ طبعا هي دي الإجابة التالتة، معناها محل حلواني، يبقى إجابتنا هي الإجابة التانية. أين كوبي، رفيق، فو دوموند، بيسأل حضرتك، أو، أين، فو أشتي، حضرتك بتشتري، دو لا جلاس، الآيس كريم. فو ديت، حضرتك تقول له، طبعا الإجابة على باتيسوري، في محل الحلواني. فو دوموندي، حضرتك بتسأل، أفوتر كوبان، رفيق حضرتك، سوكو، عن الذي، إيل مانج، هو بياكل، كون، عندما، إيلا أون بوتيت فا، يعني هو عنده جوع صغير. فا معناها جوع، وكلمة فا مؤنثة، عشان كده وصفها بكلمة بوتيت، صغيرة، يعني مش جعان قوي، جعان نص ونص. إيل دي، هو يقول، هيقول لك إيه بقى؟ Je prends le petit déjeuner، باخد الفطار، مش مقنعة. نشوف التانية: Je prends le goûter، باخد التصبيرة أو الوجبة الخفيفة. طبعا هي دي الإجابة، لأنه قال لك petit fa. Un ami vous demande، صديق بيسأل حضرتك، ce que، عن الذي، vous achetez، حضرتك بتشتري، au rayon produit de la mer، في قسم منتجات البحر. vous dites، حضرتك تقول له، طبعا الإجابة جاشات دي بواسون، بشتري أسماك، مش بشتري مشروبات. بواسون بالبي الخفيفة معناها مشروبات، أنا عايز أسماك، يبقى بواسون اللي بالبي تقيلة، يعني الإجابة الأولى. فوتر كوبان، رفيق حضرتك، فو دوموند، بيسأل حضرتك، أو، أين، فو أشتي، حضرتك بتشتري، دي زاريكو سك، الفاصوليا الجافة. فوديت، حضرتك تقول له، هتقول له ايه؟ دون ريون فروي اي ليجوم، في قسم الفواكه والخضروات؟ لا طبعا، الاجابه هي الثانيه، دون ريون غي بات ليجوم ساك، في قسم الارز والمكرونات والفواكه الجافه. اون بيرسون، شخص، فو اشيتي، يريد ان يشتري، دي ويتر، ويتر معناه الصدف البحري أو من الخلول والحاجات دي. قال فو دوموند، هي بتسأل حضرتك، كلمة بيرسون معناها شخص، سواء كان راجل أو ست، هي بتسأل حضرتك، دون كال ريون، في أي قسم، قال دوا، هي يجب عليها، علي، أن تذهب، بور فو لويديت، حضرتك تقول لها. هي سألتك تشتري الويتر منين، هتقول لها إيه؟ فا أوريون برودوي ليتيه، اذهبي إلى قسم منتجات الألبان؟ لا طبعا. va au rayon produit de la mer، اذهبي إلى قسم منتجات البحر؟ هي دي الإجابة. vous êtes، حضرتك تكون، chez، عند، le boucher، الجزار. le boucher، ده الراجل الجزار اللي قاعد في البوشري، محل الجزارة. vous lui dites، حضرتك تقول إليه، انت عند الجزار، انت هتقول له ايه؟ Est-ce que، هل، vous avez des fraises، حضرتك عندك فراولة؟ ينفع اروح للجزار اقول له انت عندك فراولة؟ هيطلع السطور ويشرحني. طيب ينفع اقول له vous avez de l'eau minérale، عندك مية معدنية؟ لا طبعا ما ينفعش، هيتف في وشي. الإجابة هي التالتة،
C'est combien le kilo? إنه بكام الكيلو؟ بيسأل على كيلو اللحمة طبعا، بكام الكيلو؟ وطبعا لما تسأل وتعرف السعر هتمشي من غير ما تشتري. Vous demandez، حضرتك بتسأل، à votre ami، صديق حضرتك، pourquoi، لماذا، il va au rayon biscuit، هو يذهب إلى قسم البسكويتات. Il vous dit، هو يقول لحضرتك. هيروح قسم البسكويتات يعمل إيه؟ هيقول لك pour acheter، لكي أشتري، quelque chose، شيء ما، à boire، للشرب. البسكويتات مش بتتشرب، يبقى ما تنفعش الإجابة الأولى. pour acheter، لكي أشتري، quelque chose، شيء ما، à manger، للأكل. طبعا هي دي الإجابة، وتعال نتأكد نشوف التالتة. pour acheter، لكي أشتري، quelque chose، شيء ما، à s'amuser، للهو أو للمرح. طبعا لا، الإجابة هي الإجابة B. vous demandez، حضرتك بتسأل، à votre ami، صديق حضرتك، ce que، عن الذي، il fait، هو بيعمل، au supermarché، في السوبر ماركت. il vous dit، هو يقول لحضرتك، انت سألته هو هيرد. هيرد يقول لك ايه؟ j'aide mon frère، انا بساعد اخويا، à faire le devoir، في عمل الواجبات. لا طبعا مش هنعمل واجب في السوبر ماركت. جاشات ليزانجريديان، انا بشتري. ليزانجريديان يا شباب معناها المكونات او المقادير. بشتري مكونات بور لي ديجوني، عشان الغدا ممكن. تعال نتاكد. جات ما مير، بساعد امي، افير لا كويزين، في الطبخ، بساعدها انها نطبخ، مش هنطبخ في السوبر ماركت. يبقى الاجابه هي التانية. Vous demandez، حضرتك بتسأل، à un ami، صديق، quand، متى، il mange، هو بيأكل، des poissons salés، أسماك مملحة، اللي هو الفسيخ يعني. il dit، هو يقول لك، هيأكل الفسيخ إمتى؟ à la fête de Guizet، في حفلة تنكرية؟ لا. à la fête de Mère، في عيد الأم؟ لا طبعا. à la fête du printemps، في عيد الربيع، شم النسيم. الإجابة التالتة. vous demandez، حضرتك بتسأل، à un copain، رفيق، de quoi il a besoin، إلى ماذا هو محتاج، pour faire، علشان يعمل، du jus، عصير. il dit، هو يقول لك، هيحتاج إيه عشان يعمل عصير؟ des oranges et du sucre، برتقال وسكر. طبعا هي دي الإجابة، مش هينفع فروي سك، فواكه جافة، مش هينفع أريكو فير، فاصوليا خضراء. الإجابة هي الإجابة الأولى. votre mère، مامتك، vous demande، بتسألك، si، إذا، vous voulez، حضرتك تريد، des pommes، تفاح، pour le goûter، عشان التصبيرة أو الوجبة الخفيفة. vous dites، حضرتك تقول لها. ماما سألتك إذا كنت عايز تفاح ولا لأ، هتقول لها إيه؟ oui، نعم، je veux 2 litres، انا عايز 2 لتر. ما ينفعش طبعا لتر واحنا بنتكلم على التفاح. oui، j'en veux 2، ايوه انا عايز منه 2. هنا هو ضمير شخص عايد على التفاح، وهنبقى نشرحه لما نتكلم على الجرامير ان شاء الله. هي دي طبعا الاجابه، ايوه انا عايز منه 2. التالتة بتقول c'est 10 livres égyptiens le kilo، إنه بعشرة جنيه كيلو. طبعا إجابتنا لازم تكون الإجابة التانية. Le pâtissier، الراجل الحلواني اللي قاعد في الباتيسوري، المحل الحلواني. Le pâtissier vous demande، الراجل الحلواني بيسألك، quel parfum، أي أطعمة، vous aimez، حضرتك بتحب، vous dites، حضرتك تقول له، j'aime les bananes، بحب الموز، et les fraises، والفراولة. طيب التانية، à la vanille et au chocolat، بالفانيليا وبالشوكولاتة. طبعا هي دي الإجابة، لأن الأولى دي عبارة عن فواكه، وانت عند الباتيسيي اللي هو الراجل الحلواني، فأكيد بيسألك عن البارفان بتاع الآيس كريم، طعم اللي انت عايزه بالآيس كريم. فأقول له à la vanille، بالفانيليا، et au chocolat، وبالشوكولاتة. vous demandez، حضرتك بتسأل، à un copain، رفيق،
pourquoi, لماذا, il achète, هو بيشتري, de la farine, الدقيق. Il dit, هو يقول. هيشتري دقيق ليه؟ هيقول لك, on va faire un gâteau, احنا رح نعمل جاتو. طبعا هي دي الإجابة, وتعال نتأكد. On va manger des pâtes, احنا رح ناكل مكرونة. إيه العلاقة بالموضوع؟ طب التالتة, on achète de la farine à l'épicerie, بنشتري الدقيق من محل البقالة. مثلا انكش اشتريته منين, بقول لك لماذا, بوركوا, لماذا انت هتشتري دقيق, فهتقول لي عشان احنا راح نعمل كاتو. votre ami, صاحبك, vous demande, بيسألك, ce que, عن الذي, il faut, يلزم, pour, لكي, préparer la pizza, نحضر بيتزا. vous dites, حضرتك تقول له, محتاج ايه عشان تحضر البيتزا؟ هتقول له, on a besoin, احنا محتاجين, d'un paquet, باكو, de farine, دقيق. طبعا هي دي الإجابة, وتعال نتأكد. j'aime beaucoup la pizza, أحب كثيرا البيتزا. كده ما ردتش على سؤاله. التالتة, qu'est-ce qu'il faut, ماذا يلزم, pour faire une pizza, عشان نعمل البيتزا. كنت اخترت التالتة لو كان قال لي il dit بدل vous dites, لأن هنا votre ami vous demande, صاحبك بيسألك, فحضرتك هترد مش بتسأل, يبقى فوديت, ساعتها اختار الإجابة الأولى. vous demandez, حضرتك بتسأل, à un ami, صديق, ce que, عن الذي, il boit, هو بيشرب, au petit déjeuner, في الفطار. il dit, هو يقول. انت سألته بيشرب في الفطار, هو هيرد يقولك le petit déjeuner est prêt, الفطار يكون جاهز. ده مش رد على سؤالك. التانية, je prends le petit déjeuner, انا باخد الفطار, à la maison, في المنزل. ده برضو مش رد. الإجابة هي التالتة, je préfère le lait, انا بفضل اللبن. وبكده كنت 3 حلقتنا النهاردة. اشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية عشان نكمل سؤال السيتياسيون فيما يخص انيتي تروى اللي بيتكلم عن الريف, لا كومباني. سلام عليكم.